شوفوا اللي قرب لي شويه ديال العواشر كيزيدوا علينا واحد جوج دراهم ولا ثلاثة دراهم. الناس مضرورين بزاف اصاحبي. الدرويش راه ما يعيشش. يعني الدرويش؟ ما يعيش. انا في السلع، انا من الخميسات وجاي هنا كنبيع ونشري، والسكنه ديالي هنا نيت، ولكن هاد الناس هادو راه كيزيدوا علينا شي. بالنسبه للاثمنه ديال الخضر كي دايره؟ واش طالعه ولا هابطه؟ لا طالعه في هاد الايامات هادي في العواشر. وعلاش زعما في العواشر كطلع الخضره؟ وهذاك الشيء من لهيه. منين من لهيه؟ من الجمله، من الجمله اخاي. من الجمله. دابا بحال الفلفله شحال دايره؟ الفلفله كيحسبوها علينا 140. وشحال كتبيعوها انتوما؟ كنبيعوها كنديو فيها 3 دراهم اخويا. فيها ترونسبور، فيها كلشي، فيها سبور، فيها كلشي كاين فيها. وشنو المشكل اللي كتلقاو يعني في البيع والشراء؟ في البيع والشراء سيدي هاد الناس هادو ملي كيشوفوا قرب شويه ديال العواشر كيزيدوا علينا واحد جوج دراهم ولا 3 دراهم. كيزيدوا عليكم في المارشي. اي وضروري حنا ماشي نخدموا فابور، انا راه تمننا بالسبور تبعنا كلشي. واخا وشنو الرساله ديالك للمسؤولين على هذا القطاع؟ هذا القطاع اسيدي حنا راه مكرفسين هنا في الحمولة اسماعيل. راه ما عندناش المدير ما داروا لنا لا مارشي الا باش نخدموا ويبقى داك الشيء نقي وباين. واخا بالنسبه كنشوفوا ان عندك دابا الخضره كامله، ولكن كنشوفوا حاليا الاقبال ما كاينش عليها بزاف. لا ما كاينش اقبال بزاف. علاش؟ الناس مضرورين بزاف اصاحبي. ها مضرورين بزاف، الناس كيزيدوا عليهم 3 دراهم 2 دراهم، شكون هذا الدرويش راه ما يعيشش. يعني الدرويش؟ ما يعيش. واخا الرسالة ديالك؟ الرسالة ديالي احنا راه مرتنا بزاف هذا الشيء، وغلا علينا هذا الشيء ياسر، راه تبعنا الميكا، تبعنا الهوسبورت، تبعنا الساير، تبعنا كل شيء. الله يجازيك بخير. السلام عليكم، اسمي محمد من مدينة سالا، حي مولاي إسماعيل. بائع البيض. ممكن تقول لنا على اوضاع البيع البيض؟ يعني واش كاين فيها شي مدخول ولا ما فيهش؟ الله يجعل البركه اخويا، ما نكروش فضل الله علينا، الله يجعل شي بركه. ايوا بالنسبه للبيض من قبل هذه عام تقريبا ما بقاش البيع كما كان هو. بدا شويه ولا الله يكون في العون، ولا بنادم اللي غيدي 30 ولا غيدي 20 ولا كيدي 10 4 6 الله يكون في العون. بالنسبه للبيض راه غالي اصاحبي، الله يكون في العون. شنو السبب الغلاء ديالو في رمضان؟ هو الطلب اصاحبي، كيقولوا البيض ضروري دابا في الطبله المغربيه ضروري اصاحبي، بان الغلاء الطلب تيكون عليه هو داكشي اللي تيغلى اصاحبي. شنو الفرق ما بين البيع ديال البيض قبل رمضان وفي رمضان؟ الفرق قبل رمضان ما كيكونش عليه البيض الطلب في هذه المناسبه، قبل رمضان تيكون البيع ديالو مزيان الله يجعل شي بارك، ولكن في هذه المناسبه ديال رمضان راه تيكون عليه الطلب اصاحبي وكيتزاد واحد شويه. وشنو يعني شنو الفرق ما بين المحل التجاري وانت داير طبله؟ بالنسبه للمحل التجاري يعني انا كناخذ بالجمله، فهمتي، كنشري البيض بالجمله وكنبيع بالتقطيع انا، فهمتيني؟ كيكون الثمن ديالو طالع بالنسبه للمحل او انت اللي كتبيع بالتقطيع؟ انا اللي كنبيع بالتقطيع، المهم كنلعب على حساب الكونتيتي يا صاحبي، خصني نخرج السلعه فهمتيني، ماشي هو مول الحاج، انا عندي غير البيض بوحده. واخا ممكن تقول لنا انواع البيض اللي كاين؟ كاين مرحبا صاحبي، كاين عندي ثلاثة السلعات صاحبي، كاين الغليظة، كاين المويلة، كاين الرقيقة. بالنسبة للغليظة الثمن ديالها؟ الثمن كان باش نسقطو صاحبي دابا 32 ريال. وكاين المويلة 31، كاين 30، كاين 29 ريال صاحبي. واخا وكنشوفوا أنك كدير البيض ديال السمان وما دايروش دابا. البيض ديال السمان غالي صاحبي، كنا كنبيعو 18 بيضة ب 240 220 دابا وصلت تقريبا 14 درهم صاحبي 280 بزاف الله يكون في العون. واخا الرسالة ديالك اللي كيزيدوا الثمن هاد الفترة ديال سيدنا رمضان. لا هاد سيدنا رمضان خصوصا بهاد المناسبة، هذا المناسبة ديال سيدنا رمضان بنادم يتقى الله. يعرف يدي واحد البركه الله يجعل البشره حتى المواطن راه هو متضرر اصاحبي الله يكون فيه، راه ما كاينش غير البيض، الخضره البيض اللحم كلشي غالي، الحوت كلشي كيغلى في هذه الوقيته هذه في هذه المناسبه ديال سيدنا رمضان. شكرا. لا شكر خويا، مرحبا. الغلا جاي من عند مواليها من الفوق. الفلفله والدنجال تحسبوا ملك 160، تنبيعوا الفلفله ب 1000 فرانك والدنجال حنا ب 60 ريال نلبخوا روسنا. ملي تقول السيد الفلفله 240 تنقول لك ما شاء الله عليه العافيه. شنو المعاناه ديالكم انتم؟ المعاناه ديالنا حنايا هذا الشيء غادي نحبسوا، حنا باقي نجيبوا. هنا كاين الغلا بزاف. المواطن بحاك. كاين هنا راه كاين على المواطنين، اش كاين هنايا؟ كاين الراجل اللي كاري وعنده الدراري وعنده غادي كيلو ديال الفلفله ب
300 ولا كيلو ديال البطاطا ب 60 ريال وها العار كيف معاه. هادشي خاص يديروا ليه شي حل ولا شو، راه ما تشوفوا كلشي هما زعما خبار باش هادشي هذا كلشي في اخبارو كلشي هادشي واضح على العموم. سمعتي هادشي واضح اخويا. بالنسبه للدرويش كيف غيدير فهاد السيمانه؟ هو لينا وليه الله، لينا وليه الله. حنا انا جد الدجال 160 ريال وبعته ب 60 ريال، اقسموا بالله الى الدجال 160 وبعته ب 60 ريال. الشباب دافعين لكم على الفلفله وخيار 160 ريال. ايوا تبيع الفلفله على 2 دراهم غتخرجك، وبيع الخيار حتى ب 60 ريال، وهنا هي 100 ريال كوصور في الدجال مارشاريان. واخا باش المشاهدين يفهموا، واش هاد 2 دراهم اللي كتربحوا داخل فيها الترونسبور او كتبقى فرا؟ داخل فيها الحمال، داخل فيها الترونسبور، كل شيء كلشي كلشي داخل فيها. الحمال 50 ريال تخرج الصندوق، ترانسبور 5 دراهم، عين من سلال القرية 5 دراهم، وعاد زيد لغا حط لك هنا 2 دراهم. واخا الرسالة ديالك لهادو اللي كيزيدوا الأسعار في سيدنا رمضان، هادو اللي تيزيدوا الأسعار في هذا رمضان يخلصهم الله. هادشي اللي كاين، هادشي جاي من الفوق، حنا راه حنا ما علينا حتى شي حاجه، حنا راه ما دين عيد التهمه. مشاو للمارشي يقرو، مشاو للمارشي يقرو ويسولوا على روسهم، يسولوا شحال دايره في البلا وشحال دايره الدنجال وشحال دايره هادي وشحال دايره هادي، وعاد يجوا للمواطن تلا صابوه فايت جوج دراهم درهم ديك الساعه ينزلوا على بنادم. علاش؟ خاصهم يمشوا للمارشي الكبار. وما حنا راه عاشين عام مدينه بلا حتى شي حاجه.